الكبير الأستاذ رحبوا معايا بالفنان اللي هنعيش معاه ليلة جميلة جدا، هنعيش في محرابه وفي فنه، هنعيش مع أهل القمة، هنعيش مع المواطن المصري اللي بيعرف يختار الفن الحلو، هنعيش مع الفنان الكبير اللي النهاردة مهرجان اسكندرية بيكرموا اسم المهرجان على اسمه، وانا بشوف ان دي اضافة كبيرة جدا لاسكندرية. رحبوا معايا بالنجم الكبير عزة العلايلي. أشكرك على الكلام الكبير جدا اللي حضرتك تفضلتي وقلتيه ده، كما أتوجه بالشكر والتقدير لإدارة مهرجان اسكندرية هذا العام والأستاذ الأمير أباظة والعاملين معه كلهم، كل التقدير والاحترام. ويعني خطوة كبيرة جدا في حياتي وفي مشواري السينمائي، إذا كنت عملت حاجة أستحق إن أنا أكرم عليها، فلهم الشكر والتقدير والاحترام. يعني أشكركم. يعني طبعا النهاردة نقول اسكندرية بتعني لعزة العلايلي. اسكندرية بتعني ليا حاجات كتير جدا جدا، يعني اسكندرية تاريخ وحاضر ورؤية ومستقبل و فن، سينما، مسرح، حياة اجتماعية عظيمة جدا جدا. أنا يعني أنا شفت اسكندرية وشفت البحر وأنا عندي 3 سنين، يعني الأول مرة. الناس كانت فاكراك اسكندراني. والله شرف ليا طبعا في الشك. يعني احنا في شارع باسمنا في اسكندرية اسمه شارع العلايلي. والله والله لا لما ننزل بقى المهرجان لازم نروح نصور هناك في شارع العلايلي. شرف لينا شرف لينا. أنا أول مرة في حياتي وأنا طفل صغير جدا عندي 3 سنين، وكنا ساكنين في الدور الرابع على الكورنيش في الشاطبي، فأفتح عينيا كده ألاقي البحر، فيعني طفل وعايز أسأل، عايز أسأل أمي، عايز أسأل أبويا، مش عارف أنا فين. يعني هذه اللحظة اللي أنا أنساها في حياتي. أنا يعني بعديها تحققت حينما قرأت سورة الكهف: قل ملئ البحر مدادا لكلمات ربي، نافذ البحر قد تنفذ كلمة ربي، لو جئنا مثله مددا بمثله مددا. فيعني التعبير القرآني العظيم جدا من الله سبحانه وتعالى يتحقق في هذه الصورة اللي أنا شفت عليها البحر في هذا الوقت بالذات. لازالت متعلقة أما تقول اسكندرية، هذه الصورة تقفز إلى ذهني فورا فورا قبل أي حاجة في الدنيا. لذلك اسكندرية لها، فهي معشوقة بالنسبة لي، أنا أحبها جدا جدا، أحب ناسها كتير جدا، ناسها ناس من الأوادم، يعني ناس محترمين، يعني مجاملين، وناس لهم كل التقدير والاحترام. اسكندرية اللي شكلت في وجدانك حب الفن ولا السيدة زينب؟ كلهم على بعض. يعني ما تقدريش تقولي، يعني انا ما كنت صغير جدا، كانت السينما دي حاجه مبهره بالنسبه لي. يعني ازاي بشوف ناس بتتحرك كده وبتتكلم كده وبتغني كده واسمع لحن حلو كده،
وانا ما اعرفش ان اللحن حلو يعني، بس انا بطرب يعني، وانا صغير مش فاهم ايه المزيكا، مش فاهم، انما بطرب يعني، يعجبني فلان الفلاني ده بيمثل، احبه جدا يعني، القصه نفسها اللي انا بشوفها اتاثر بيها، وساعات ابكي وساعات يعني، واضحك كتير جدا، ويعني يعني صور مختلفه جدا شفتها يعني، شفتها في السينما، في سينما ازيز، في سينما زينه، في سينما الشرق، السينما الاهلي، سينما كوزمو في عماد الدين، سينما استوديو مصر، يعني ده مرتعي كان يعني، ما يعني الى ان دخلت تحقق هذا، الى ان دخلت المعهد العالي للفنون المسرحيه، وده كان الدافع يعني، يعني داخل المعهد كي يحقق الجانب العلمي بقى للي انا شفته، كانت دي نصيحه الوالد الله يرحمه، كان دايما يقول لي يعني الحكايه مش حكايه انك منبهر بالحاجه، لازم بالسينما تدرسها او بالمسرح، او لانه اول مره اشوف مسرح كان ابويا خدني وداني مسرح الريحاني، كنت صغير جدا، وشاور لي على منوار كان بيجي، يتفرج فيه كبار الوزراء وكبار السياسيين، ودخلت مسرح الاسبكيه وانا طفل مع ابويا اتفرج على يوسف بيه وهبي، ولذلك انا لما رحت مسرح الاسبكيه لما كبرت وابتديت اشتغل على المسرح نفسه رحت على الخشبه ومستها، لاني هذا الصرح العظيم جدا اللي شفته وانا طفل مش مصدق ان انا جاي وهشتغل عليه كمان، ده ايه ده؟ يعني ده قمة الرضا، مفيش شك ان حلم من احلامك انت بتحققه واقف على ده صحيح، ده صحيح، صحيح يعني. الوالد كان عاشق للفن جدا، وهو اللي حببك، وهو اللي شكل الوجدان الفنية دي جواك، ان ياخدك مسرح، ياخدك سينما، ياخدك يفرجك، ولا كان ضد ده لما الطفل الصغير يزوغ بالمدرسة وهو عنده 7 سنين ويروح يمثل ومن ورا اهله ويعمل فيلم مع حسين صدقي، كان 11 سنة، كان عندي 11 سنة بالظبط، وياخد 10 قروش ويرجع البيت يلاقوا ابنهم مثل من وراهم يعني. طبعا. عمل ايه الموقف ده؟ شجع، زعق، حس ان انت هتحقق له حلمه، حبه الفن، ان انت تحقق. لا انا شفت السينما، شفت حسين صدقي، وشفت شاديه، وشفت ممثلين، وشفت كومبارس، وشفت والعالم الغريب ده، عالم بالنسبه لي اكشن مش عارف ايه، وبعدين ستوب، وبعدين الناس تسيب الكاميرا وتنزل وتمشي تاني، وبعدين ينتظم الشكل العام بتاع رؤيه المخرج والاخر بتاع الحاجات دي، كانت غريبه عليا جدا جدا، وانا لسه بفتح عينيا كده واشوف، الله دي السينما دي، يا خبر ابيض، ده اللي انا بشوفه لما بروح سينما الاهلي ولا بروح سينما الشرق ولا بتاع، بشوف السينما دي، الله كل الناس ده كل ده بيحصل عشان انا اشوف الحاجه دي جاهزه، يعني حصل لي انبهار، وابتديت كل ما اخش عشقت السينما انا بقى، كل ما اخش فيلم ولا حاجه اتخيل ايه اللي بيحصل ورا الكاميرا يعني. لا انك حضرته بقى، لا يعني التجربه دي وخلاص، انا معتقد ان انا بقيت استاذ يعني، خلاص بقيت بقى مع حسين يعني، زميل لحسين صدقي يعني. قال لك ايه او تفتكر موقف حلو ما تنساهوش مع حسين صدقي، مع العمالقه دول، مع طفل جاي عنده 11 سنه؟ لا ما قاليش حاجه، انا فاكر انه يعني كان راجل طيب جدا، وقال كويس. قابلته بعدها كويس ولا ما شفتوش؟ شفته بعديها في كان وانت مشهور؟ لا ما كنتش لسه برضه، كنت لسه في مسرح التلفزيون في الاول خالص، وكان في فيلم عامله هو، فانا كنت بعمل الدوبلاج بتاعه يعني، فقابلته وقعدت معاه، وهو راجل كان راجل محترم جدا وفنان يعني، في الشك يعني، وتاريخه يشهد له يعني بهذا، انما الابهار بتاع الصوره والممثلين دول يعني ازاي بيتكلموا كده، وازاي الحدث ده بيحصل، وبعدين انا لما يكون في حدث فيه ميلو دراما وفيه بكاء بعيط مع الناس، ولا اللي جنبي بيعيط واللي جنبي،
يعني انبهر جدا جدا، واروح احكي لاخواتي وامي الله يرحمها واقول لهم انا شفت كذا وشفت كذا وشفت يعني. كنت تقعد تتفرج على الافلام وتعيط لما يكون في حدث طبعا مؤثر وهو الاخر وبتاع، وتتاثر وتعيط. طبعا ووصل ان انت خليت يوسف السباعي يعيط. الطفل الصغير ده اللي كان بيقعد يعيط خلى يوسف السباعي يعيط. يعني جه اليوم ان هو قاعد، خلى يوسف السباعي هو قاعد في السماعة. دي حادثة غريبة جدا، ما اعرفش مين قال لك عليها. ده كل حاجة، كل حاجة انا عارفاها طبعا، كل حاجة عندي. ما انا كان في فيلم السقا مات اللي هو كتبه الراحل العظيم يوسف السباعي، فانا عزمته في عرض خاص بيني وبينه وبين الاستاذ صلاح ابو سيف، احنا الثلاثه بس في صاله العرض في استوديو مصر. ففي مشهد انا بقول فيه مونولوج كبير جدا، الموت جبان تستفيد ايه لما تستخبى ورا سكينه ورا شومه لما تيتم العيال، يعني 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 كان مونولوج طويل جدا وبيتقال في صحن لغايه دلوقتي، في صحن طبعا في صحن مسجد كبير جدا وهو الاخر بتاع. فانا بصيت على الاستاذ يوسف السباعي الله يرحمه، لقيت دموعه نازله، فاستغربت جدا ان انا ما علقتش، يعني خلص الفيلم وهو شكرنا الراجل وانا شكرته انه حضر العرض الخاص. بعدها باسبوع اتقتل في قبرص او حاجه زي كده. قبل ما يمشي اتكلم، اثر فيك كلام عن جدا الموت. جدا لانه كلام المونولوج كان عن الموت، لانه هو بعد ما خلص العرض فوقفنا بقى نتكلم على الفيلم وبتاع، فهو اتكلم عن الموت، يعني يعني المحاضره رهيبه جدا بيني وبين الاستاذ صلاح ابو سيف واحنا واقفين احنا الثلاثه. يعني اندهشت جدا ان عنده هذا الايمان بالقدر والحدث العظيم جدا بتاع الراجل ده اللي حصل له في الفيلم. فضقت جدا، ولما عرفت خبر وفاته ومقتله في اتذكرت بقى الدموع دي كانت في اللحظه دي والحوار عن الموت على طول، وكان خايف من الموت ساعتها. يعني بيقول الموت جبان تستخبى ورا سكينه ورا شومه، بتستفيد ايه؟ تستفيد ايه لما تيتم العيال وتشرد الاهالي؟ تعال خدني ما انش خايف منك يا موت، تعال خدني. يعني المنروج نفسه يعني يدعوك للتفكير والتامل في هذه الحياة وهذا الموت. يعني الحقيقة كان بارع جدا يوسف السباعي الله يرحمه في كتابة هذا المولود جدا جدا جدا. والفيلم كله، والفيلم دلوقتي من الأفلام، يعني أنت عندك حوالي 7 أفلام من أهم 100 فيلم في السينما المصرية، في تاريخ السينما المصرية. ده منهم. إيه اللي بتكسبه لما تفرق الحبايب وتتكم العيال؟ إيه؟ إيه؟ او المشوار ده كله كده شايفه ازاي؟ عايز الصراحه مخضوض والله، مخضوض. يعني يا ترى انا قدمت يعني حاجه تستحق هذا الاستقبال ولا لا؟ يعني ما اكذبش عليكي والله والله والله. معقوله؟ والله ده تواضع؟ والله لا، والله والله مخضوض والله مخضوط. يعني 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 امتحان عسير جدا جدا، وانا طبعا يعني مش قادر. يعني الشعب المصري ده شعب جميل، شعب مجامل، وشعب عظيم، شعب عطوف، وشعب يعني شعب مجامل. يعني مش يعني قد ايه الناس دي شجعتني، وقد ايه الناس دي وقفت جنبي، وقد ايه الناس دي قالت لي كلمه طيبه. مش عارف يعني، يعني عايز اشكرهم واحد واحد واقول لهم يعني كتر خيركم ان انتم يعني ساعدتوني ان انا يعني اقدر اعمل الاعمال دي، لان هم كل عمل كان بيجيني كانت الناس دي قدامي، يا ترى هعجبهم ولا مش هعجبهم، يا ترى لو قلت المونولوج ده يعني الناس ما انا مش شايفهم، انا مش في المسرح، يعني يعني هل هيعجبهم الحدث ده؟
هل الفيلم ده هيلقى يعني استقبال ولا لا؟ أسئلة كتيرة جدا بتدور في لما لا استجابة يعني تلاقيني مش قادر أرد جمايل الناس دي. يعني الناس أصحاب فضل عليا كتير جدا جدا. لو هتختار النهاردة أكتر واحد صاحب الفضل عليك في يوم تكريمك وانت بتتكرم من مهرجان اسكندرية وانت الدورة كلها باسمك، وعايز تدي واحد، اختار واحد تقول ده كان ليه الفضل الأول. نقول الفضل الأول لله سبحانه وتعالى عز وجل شأنه لا جدال، إنما للإنسان المصري، الجمهور اللي الجمهور المصري لو هنقول اللي رماك في في الفن، تختار صاحبك اللي في المدرسة اللي خدك ورحت الاستوديو تعمله الفيلم ده وتاخد فيه 10 قروش، ولا تختار صلاح أبو سيف أول واحد اتنبأ بإن عزة العلايلي هيبقى أهم نجوم السينما المصرية وقالها لك يا ابني انت هتبقى حد مهم جدا في رسالة من امرأة مجهولة، ولا يوسف شاهين اللي صنع نجومية وكان ليه البصمة الأولانية في انه صنع نجومية عزة العلايلي؟ ناس كتير جدا أصحاب فضل يعني، وأصحاب الفضل الإنسان البسيط اللي بيروح السينما يتفرج ويقطع تذكرة ده صاحب الفضل، ده الجمهور، ده الجمهور صاحب الفضل الأول والأول 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 لا جدال. كلنا، أنا يوسف شاهين وصلاح أبو سيف وعظماء المخرجين وعظماء الكتاب للسينما وعظماء الممثلين وعظماء المفكرين وعظماء النقاد، كل هؤلاء ندين للرجل البسيط والست البسيطة والبنت الصغننة والست العظيمة وكل الناس اللي احنا بنعمل لهم هذه الأعمال. احنا مدينين ليهم لأن هم دول أصحاب الفضل علينا. ما في يعني لذلك الواحد لما بيخش عمل بيبقى مرعوب، يا ترى هل هيلقى استجابة ولا لا؟ أنا مش هيلقى استجابة. في بداية مشوارك كان في أكتر من طريق قدامك، إنك تبقى مطرب عظيم أهم من عبد الحليم حافظ، إن أنت تبقى مخرج عظيم أهم من يوسف شاهين، إن أنت تبقى لعيب كورة عظيم أهم من محمد صلاح. يا سلام. ولكن القدر اختارك إن أنت تبقى أهم واحد من نجوم السينما المصرية ومن أهل القمة. الممثل عزة العلايلي، لو رجعنا بقى بالزمن ل7 سنين وانت عندك 7 سنين وقدامك مفترق الطرق دول، كنت تتمنى اني طريق هو اللي القدر ياخدك ليه؟ ما كانش عندي الوعي. انت عندك الوعي دلوقتي يعني وشفت كل الحاجات دي قدامك. لما ابتديت اتفرج على السينما بقى وانبهر بهؤلاء العظماء وهذه الدراما العظيمه جدا والاخر، ف الله يرحمه ابويا كان بيحب المسرح جدا، يعني خدني مسرح الريحانيه وانا عندي 7 8 سنين، وخدني المسرح القومي وانا برضو في السن ده 10 12 سنه، وقعدت واتفرجت على يوسف بي واتفرجت على نجيب الريحاني ما كانش عندي الوعي. فلما ابتديت الزمن يمشي وتدارك واشعر بعظمه هؤلاء الناس وازاي ان الرساله اللي هم بيقولوها للناس دي لها استجابه، فقررت ان انا ادرس هذا الفن، فقررت ان انا اخش المعهد العالي للفنون المسرحيه وابتدي الدراسه الحقيقيه لفن الاداء والتمثيل. طبعا لان الحكايه حسب نصائح ابويا الله يرحمه قال لي لازم تدرس. يعني انا كنت قلت له يا بابا انت يعني هتزعل لو انا بقيت ممثل والام الله يرحمها قال لي لا اطلاقا، يعني انت لو دخلت كليه التجاره بقيت محاسب كويس طبعا ده نجاح لي، لو دخلت اي كليه طب هندسه حاجات زي كده، انما لما تخش مجال بقى محتاج لامكانيات
ذهنيه وما كنتش فاهم بقى الالفاظ دي ازاي تتحقق وتقدر تحقق درجه من درجات النجاح والآخر، ده متروك ليك انت شخصيا. فانا ابويا قال كلمتين ضربوا في دماغي انا مش فاهمهم قوي، واخد بالك؟ انما لما ابتديت ما دخلت بقى المعهد وابتديت اتلقى الدروس ابتديت الحاجات دي تدق في دماغي تقول ايه ده انت الكلمه لا يعني ابتدت الاحداث عندي. وابتديت لما اروح المسرح القومي وانا طالب في المعهد العالي للفنون المسرحيه واعمل ادوار صغيره قوي قوي على واقف على المسرح جنب حسين رياض وجنب فلان وجنب علان وجنب يعني طول ما انا بدرس والاربع سنين اللي خلصتهم بعد ما خلصت دخلت على رساله من امراه مجهوله وبعدين قبل كده التلفزيون يعني حكايه يعني كل ما استرجعها كده اشوف فيها صور يابوسي غريبة جدا. لو رجع الزمن والقدر ما تدخلش في ده هل كنت هتبقى اعظم من يوسف شاهين في الاخراج؟ وهل يوسف شاهين كان هيبقى اعظم من عزة العلالي في التمثيل؟ معرفش انا ما لا طبعا كنت اطمح ان انا ابقى مخرج كويس يعني ما فيش شك دراستك، انما اعظم من يوسف شاهين لا كان صعب جدا يعني ليه؟ حد ده كان اعظم ما حدش يعرف عامل باب الحديد وعامل مش عارف ايه وبتاع وراجل سابق نجاحاته انا لسه بخطي يعني لا ما اقدرش اقول ده يعني يبقى جرأة لا ما اقدرش محدش يعرف يعني بس الشاطر بيبقى شاطر في المكان يعني طبعا يعني ما دام بقيت شاطر في التمثيل وبقيت من اهل القمه في التمثيل لو كنت بقيت القدر ما لعبش لعبته وغير الاماكن كان ممكن ان انت اجتهادك وحبك يعني واخلاصك ودراستك ان ممكن تبقى ممكن. بصمه كبيره في عالم الاخراج يعني لغايه دلوقتي نفسي اخرج. طب ايه اللي منعك؟ خوف. ليه؟ ما بعرفش يعني يمكن مسؤوليه كبيره جدا يا كان امنيه حياته يخرج واخرج. فاروق الفيشاوي كان حلم في ممثلين كتير كان حلمهم وخاضوا التجربه في حاجات يعني فاروق اخرج لي برنامج يعني ما عملش السينما بس جرب الاخراج لان حاجه بيحبها. نور الشريف اخرج اعتقد محمود عمل اوبريت ليكم كنتوا بتخرجوا هو ليكم وغنيتوا فيه كلكم فانت ما جربتش في اي حاجه صغيره؟ لا جربت طبعا في الشك لا عملت بس مسرح مش سينما لا مش سينما طبعا لا يعني انا ما تساليني دلوقتي انا في سني ده طبعا لازم عايز القدر يرجع وتبقى مخرج لا عايز اخرج بكره يعني بيني وبينك طبعا يعني في دماغي حاجات بتلعب كتير جدا يعني ممكن طبعا اعمل مش يعني شرف ليا طبعا في الشكل بعد الخبره الطويله دي اللي انا اكتسبتها بس برضه خايف ان انا ما انجحش بس انما يعني ارجو ان انا طبعا يعني يمكن تتحقق او ما تتحققش يعني يعني متروكه بقى. الغنى كنت هتبقى اعظم من عبد الحليم حافظ؟ لا لا مش لا لا يعني انت بدايتك غنيت غنيت وكنت بتروح افراح وتغني فيها؟ لا ما رحتش افراح غنيت فيها. حد من العيله او حاجه اصحابي يعني اصحابي يعني بدايه اللقاء بينك وبين عبد الحليم ان شافك في حفله او شافك في حاجه وانت بتغني اصحابي ومن هنا الى بدا يقلق على مستقبله بدا لا بليغ حمدي ما كانش يلحن بليغ صاحبي او يطلع الاغنيه للنور بليغ حمدي ما كانش يطلع الاغنيه للنور الا لما يسمعها بصوتك لا بليغ الله يرحمه كان في صداقه بيني وبينه عاليه جدا 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 احنا يعني اصدقاء جدا انا وبليغ يعني من يوم كان عنده اغنيه يقول هات ورده وخد ورد فرح لي بليغ كان عنده وكنا اصحاب جدا جدا يعني ما كانش طموحي ان انا ابقى مطرب بس انا يعني كنت احب جدا اسمع بليغ جدا وكان الله يرحمه ذكي جدا ويطربك في القعده اذا مسك العود لانه ما كانش تقليدي بليغ الله يرحمه ما كانش تقليدي ما كانش يعني النغمه اللي هي مش عارف ايه لا جديد كان فوق العادي لازم تسمعي حاجه جديده دايما الله يرحمه بليغ حمدي فعلاقتي ببليغ كانت علاقه يعني
الله يرحمه كنا أصدقاء. كان في مشروع يعني. ان انت وبليغ هتعملوا عملنا عملتوا تمر حنة ان انتوا هتعملوا حاجة تانية غنائية. اي نعم. المشروع ده مكملش ليه؟ مكملش انه حصل عقبات انتاجية وحاجات زي كده وبتاع. وانا ما وافقتش على اساس, وهو كمان بليغ ما وافقش على اساس ان ميزانية الانتاج ما كانتش كافية لإنتاج عمل جيد يعني أبدا. قالوا يعني نختصر هنا مش عارف نشيل. فبليغ قال لي أن أنا ما أقدرش. قلت له ولا أنا ما أقدرش يعني ما أقدرش نخش في المغامرة دي. وكانت معنا وردة, إحنا عملنا قبلها كنا عملنا تمر حنة وكان في خطوة كبيرة جدا بعدها في أوبريت كبير جدا. ف ما تمش لان حصل يعني تراجع بالنسبه للجهه الانتاجيه. فبليغ قال لي, قلت له لا ما انا ما اقدرش. وانت؟ قال لي انا كمان ما اقدرش. قلت له خلاص يعني مش عايزين يعني نشوه الصوره اللي فاتت بتاعت تمر حنة ومجرد ان احنا نعمل اي حاجه. لا طب صعب جدا. لكن لو رجع بيك الزمن ودلوقتي المطربين واخدين حقهم وما شاء الله متربعين يعني كنت تحب ان انت تبقى مطرب؟ لا. لا 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 خلاص. انا لو كنت عايز ابقى مطرب كان كنت لازم استمر في يعني في الكارير ده. انما لا خلاص يعني انا مشيت في كارير التمثيل طبعا. وكانت ليا طموحات كتيره جدا ويعني وحاولت على قد ما اقدر ان انا انميها اكتر وانميها اكتر واكتر طبعا بالدراسه وبالرؤيه وبالسؤال وبالاحتكاك وحاجات كده كتيره جدا جدا. انما ما حطيتش في دماغي ان انا ابقى مطرب يعني لا ما كانش. ما احترفتش ولا لا 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 ولا لا. لاسبوع ولا لا لا ولا لا لا لاي لا حاجه لا لا لا, لا, لا ولا لا قدر بليغ يقنعك؟ لا لا في الاول كان في الانسان الطيب مسرحيه كبيره جدا لبريخت فكنت بغني فيها من الحان الأستاذ سيد مكاوي. كان يوم سيأتي قيل للفقراء عنه وهم جلوس فوق حجر الأمهات بأن سيأتي اليوم ذاك المدهش. نعم إنما في المشمش يعني يعني مسرحيه كانت مسرحيه لبريخت مسرحيه كبيره جدا جدا. وكان يعني الأستاذ الراحل العظيم سيد مكاوي من ألحان يعني في الشك. كان في حلم كنت ممكن تحقق فيه الفن التمثيل مع الغنى كنت حلم من أحلامك, ولكن الحلم ده أخده أحمد زكي اللي هو إنك تعمل قصة حياة عبد الحليم حافظ فيلم. كان جاه وقت من الأوقات إن انت بتعرف عنه حاجات كتير وكنت قريب منه طبعاً وصوتك حلو وبليغ صاحبك ويعني بس كان حلم بس يعني سرق الحلم احمد زكي. احمد انا كنت بحترمه جدا جدا وصدر رغبته دي. انا لم ادخل في صراع ولا ادخل لا لا ما كانتش تستاهل يعني خالص ابدا. واحمد كان مجتهد جدا وشاطر وحابب وحاجه. لا لا ما كانش عندي استعداد اخش في لا لا ابدا ابدا ابدا. وهو عمل كان كويس جدا ويعني يعني اجتهد على قد ما قدر يعني في الشك طبعا. ليه عبد الحليم حلم الفنانين كتير ان يعملوا قصه حياته ان يتعمل سينما وتعمل تلفزيون وهو كان قريب منك وتعرفه على كان مننا عبد الحليم عبد الحليم كان بيعبر عننا احنا عن جيلنا كله يعني ده واحد مننا وبيغني واحنا بنغني واحنا عايزين نبقى زيه وعايزين بس يعني امكانياته هو الله يرحمه كان طبعا اعظم مننا بكتير جدا جدا. يملك صوت جميل مديها ما احناش قده. احنا بنقاوح يعني احنا عايزين نبقى قده بس احنا مش قده طبعا لان هو بسم الله ما شاء الله موهبة ربانية يعني هو نماها كويس جدا واحترمها جدا ورباها كويس جدا واشتغل عليها كويس جدا جدا. احنا لا احنا كنا عايزين يعني نعمل يعني لا مش قده طبعا. لا مش قده خالص. لا عايزيني انا انزل
يعني بيضربوا لك امثله بحياتهم وكيف تحدوا يعني خطوا خطوات كان يجب ان لا تخطى هذه الخطوات الا بالعلم وبالجهد وبالدراسه. هذه الشخصيات شخصيات نادره جدا جدا، شخصيات علمت في الحياه، وناس كتير جدا اتخذوها يعني مثال عظيم جدا ليهم. هذه الشخصيات اللي حضرتك تفضلت وقلتيها دي شخصيات عالية جدا جدا في التاريخ، سواء التاريخ الديني والتاريخ السياسي والتاريخ المهني. ما فيش شك ان هذه الشخصيات عظيمة جدا، نرفع لها القبعة لا جدال. كان يعني كان حد منهم اختيارك انت؟ كان حلم برضو ان انت تعمله زي عبد الحليم، ولا الدور جالك كده وانت عشقته بعد؟ احيانا كان بيجي لي الدور كده، واحيانا انا كنت بختار الدور، وزي عبد الله النديم كنت اتكلف المؤلف ان هو يكتب عن عبد الله. حبيته وقريت عنه طبعًا واتعمل مخصوص عشانك. طبعا طبعا طبعا. لكن الشخصيات التانية جات وانت بقى درستها بعد كده. هل فيهم حد منهم كان قريب من عزة العلايلي؟ كل شخصية فيها مني حتة. الله الله الله، اهدان اهدان. مسلسل عن عزة العلايلي، فيلم عن عزة العلايلي، عن مشواره، عن الصعوبات اللي واجهته، عن الـ 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 الشخص اللي خرج من عيلة ملهاش علاقة بالفن وطلع وعمل حاجات كتيرة جدا وقدم للفن حاجات مهمة وقيمة ودرس وهنتكلم عن محطة مهمة جدا انه صنع مسرح التلفزيون. يعني انت ليك بصمات وليك مواقف كبيرة، تحب ولا من دلوقتي تقول انا ده مرفوض بالنسبة لي؟ لا، انا اشارك في خروج اعمال كبيره جدا، مش مانع طبعا، قوي قوي، سواء حتى بالكتابه اشارك بالكتابه يعني طبعا. ان انا ما جبت، انت جبتي ان 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 حد يعمل شخصيتك او يعمل قصه حياتك مسلسل. هيتعب قوي. هيتعب. حرام عليك. ما فيش حد تشوفه ان ممكن يبقى يعمل دور عزة العلايلي؟ لا لا، ما فيش حد من النجوم اللي موجودين؟ تختار مين يعني لو هيتعمل؟ لا لا، ما اعرفش ما اعرفش. مفيش حد؟ لا لا لا، دي رؤيتي. لا ولا لا. في مرحله الشباب لا. ولا في مرحله النضج؟ لا لا لا. مش عايز، مش عايز قصه حياه عزة العلايلي تتعمل مسلسل او فيلم. لا لا. لا لا، بترفض ده؟ هم عايزين يعملوا، انما مش يعني مش حريص يعني. او ان كتبت مذكراتك؟ لا، مش مذكرات قد ما هي خواطر يعني. يعني تأملات كده، حاجات زي كده بتاع، انما مش مذكرات يعني بالمعنى الاصح يعني. ما فكرتش تكتب مذكرات؟ لا ما فكرتش حقيقة. ما خطرش على بالي يعني، مش ما كانش من اساسيات فكري يعني ان انا اكتب مذكراتي او بتاع. لا لا، في مهرجان اسكندريه بيتعمل كتاب عن المقربين. عن المقرب، واشكرهم جدا طبعا. هل هتتدخل في ده وهتقعد مع اللي هيكتب وهتسرد ليه حاجات ما يعرفهاش حد لاول مره؟ ممكن هتفصح عنها؟ ممكن هيحصل ده؟ ممكن قوي طبعا. طب ما تفصح لي عن حاجه ما حدش يعرفها. لا زي قبل زي الكاتب ده تقولها لي كده. والله ما اعرف. والله ابدا ابدا. مشوارك الطويل. لا، طموحاتي طبعا يعني حققت كل طموحاتك ولا لسه فيه؟ لا لا لا، لسه بدري جدا جدا. ايه الحلم اللي ما حققتش؟ مسرح غنائي. مسرح غنائي؟ طبعا. مسرح غنائي يعني عايز اعيد امجاد سيد درويش والناس العظماء دول. يعني الله يرحمه محمد نوح حاول، يعني الله يرحمه يعني حاول، يعني لو كان امتد بيه العمر كنا هنشوف شيء عظيم جدا. محمد نوح ما تحبش الدلع. بس انا تعبان نفسيا وحياتي. بطلي لي حكايه الامراض النفسيه دي، الحاجات دي مالهاش سوى عندنا. انا مع عيالي يا مسنين، عيالي يعني مجروح محموم عنده مغص اسهال. اديته للمهرجان قد ايه مهرجان اسكندريه عزيز على قلبه. عشان كده احنا دايما بنطمح انه يكون معانا دايما، سواء الدار باسمه او مش باسمه، لانه حتى بمجرد وجوده فده شرف كبير للمهرجان يعني. يعني النهارده استاذ عزت، النهارده تقول ايه الامير اباظه رئيس المهرجان؟ وهل ليك اي شروط او اي خطوط
حمراء حطيتها في المهرجان ووجودك في اسمك على رئاسة هذه الدورة، وهل هتتدخل في حاجات معينة علشان تليق بدورة عزة العلاية؟ أنا بتوجه لهم بالشكر والتقدير والاحترام، وعلى رأسهم الأستاذ الفاضل العظيم جدا الأمير أباظة، وطبعا شرف لي طبعا، أرجو أن أنا أكون قده، ما فيش شك طبعا. مش عارف أقول لك إيه، يعني ده التتويج لمرحلة من أهم مراحل حياتي طبعا، يعني ما قدرت أعمل حاجة يعني، وقدرت يعني أشرف السينما المصرية أو أكون أحد الأعضاء اللي رفعوا من شأن السينما المصرية وفي مصر بالتحديد. مصر دي غالية جدا جدا جدا، مصر كبيرة جدا جدا، مصر بأدبائها وفنانيها ومثقفيها، وكل من يعمل بالكلمة في مصر يعني في السينما مسرح، يعني مصر غنية جدا جدا وفيها معاني عظيمة جدا، فيها شعراء عظماء جدا، فيها كتاب من أعظم الكتاب سواء في الصحافة أو في الأدب أو في الفكر أو في التاريخ أو في الشعر أو في المزيكا أو في الغنى أو في المزيكا. أو مصر غنية جدا جدا جدا، وإحنا عايزين نستغل غنى مصر ونعليها أكتر وأكتر وأكتر. يعني ربنا يعني ساعدنا إن إحنا نعلى بمصر كمان وكمان، لأنها بسم الله ما شاء الله سياسيا طبعا عالية جدا، وتشرفنا جدا، وعايزين بقى فن نعلى بيها كمان جدا جدا ونحطها في السماء في العالي جدا. يعني بمجهودكم أستاذ أمير أباظة، أهم ما يميز دورة عزة العلاية السنة دي هتكون إيه؟ وإحنا في اشتياق للمهرجانات، ويمكن أنتوا يعني هتكونوا تقريبا تاني مهرجان، يعني الجونة وأنتوا اللي هتبدأوا بقى عودة المهرجانات بعد الفترة العصيبة اللي مرينا بيها في الكورونا. عايز أقول إنه يكفي إن الدورة تحمل اسم فنان في حجم الأستاذ عزة العلاية، ده جزء كبير مهم. احنا طبعا بنجهز في كتاب بيعمله كاتب السيناريو والكاتب الصحفي الاستاذ سمير الجمل، ايضا على فكره هو اداله اسم المواطن، يعني الاستاذ عزت هو نموذج لهذا المواطن المصري العظيم المطحون اللي تعب وشقي وعمل هذا المجد وهذه الحضاره. فبالتالي وجود الاستاذ عزت هو فخر كبير للدوره، فخر كبير للمهرجان وليا انا شخصيا، للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما اللي بتشرف برئاستها، طبعا بالإضافة لأنه إحنا هنهدي له علم الدورة، في نفس الوقت عاملين له درع خاص لتكريمه في ندوة كبيرة إن شاء الله يحضرها عدد كبير من الفنانين والسينمائيين المصريين والعرب. إن شاء الله الدورة تليق باسم الأستاذ عزت، وخاصة إحنا الحمد لله إحنا بنشتغل عليها من يناير اللي فات، مش المسألة مش بعد الكورونا، إحنا كنا شغالين فعلا من البداية وجايين بنكمل اللي بدأناه إن شاء الله. يعني إن شاء الله يعني عايزين دورة على أعلى مستوى تليق باسم الفنان الكبير عزت العلايلي، وبكل التاريخ الحلو المشرف اللي عايش في وجداننا وعايش معانا. وطبعا انت يعني عارف ان اهم 5 افلام في 100 سنة سينما لعزة العلايلي، عنده اهم 5 افلام، هتختار لنا منهم ايه هنعرضه؟ يعني سبع افلام وعنده 7 افلام من اهم 100 فيلم. يمكن ابرزهم طبعا الارض، يعني عارفه الارض والمواطن المصري، الاثنين بيمثلوا حالات خاصه، سواء محمد ابو سويلم او المواطن المصري اللي هو يعني الفيلم المواطن المصري اللي عمل فيه ابو مصري اللي حقه ضاع وحاول العمده انه يهدره، الا انه بيدافع عن حقه وبيكافح عنه لاخر لحظه، يعني عشان هو مصري وأصلي ومن أهل القمة. يعني أنا بشكرك جدا جدا على اختيارك ده، وأنا عارفة أن أنت دايما بتختار الرموز اللي ليها عطاء ومدرسة فنية كبيرة جدا بتكون هي الوجهة المشرفة لمهرجان اسكندرية. ربنا معاك ويقويك، ويعني
استاذ عزت هنسعد بيك ان شاء الله في اسكندريه، ولازم تعرف ان اسكندريه هي اللي شكلت وجدان الفن وحب الفن لعزت العلايلي لما اخذ والده وراحوا عاشوا في اسكندريه وفتح الشباك كده لقى البحر قدامه، كانت بدايه التلامس بينه وبين الفن هناك. الاستاذ عزت قيمه كبيره وكلنا بنشرف بوجوده معانا، وكلنا بنشرف باننا عشنا عصر هذا الفنان العظيم وشفنا افلامه واستمتعنا بيها. عشان كده زي ما قلت لحضرتك ان اختياره مش يعني ما كانش محتاج تفكير بقدر ما هو محتاج ازاي هنقدر نعمل دوره تاريخ بهذا الفنان وتوازي هذا الفن العظيم اللي قدمه لنا. وسمعت ان كل المهرجانات بتتخانق على استاذ عزت، مهرجان شرم الشيخ كان عايزه وانتوا عايزينه، حليتوا الموضوع ده؟ والله الاستاذ عزت قيمه كبيره وتكريمه لاي مهرجان شرف، وبالتالي انا مش شايف انه اي مانع، في مانع انه يتكرم في اسكندريه ويتكرم في شرم ويتكرم في القاهره، يتكرم في كل المهرجانات المصريه. انا عايز اقول ان المهرجانات العربيه هو الممثل الوحيد المصري اللي مثل في عدد كبير من الدول العربيه، يعني مثل في المغرب وفي العراق وفي تونس وفي الجزائر. يعني اقصد اقول ان هو يعني عامل وفي العراق طبعا، فبالتالي الراجل ده يعني نجم عربي اكتر منه، مش نجم مشاهده، لانه في عندنا نجوم المصريين ممكن يبقى بيشوفوهم في الدول العربيه، لكن ده شافوه ومثل عندهم وبالتالي عامل حاله مختلفه. فلما نيجي النهارده بنحتفي بيه، انا اعتقد ان الاحتفاء بالاستاذ عزت مش هيكون احتفال مصري برضه زي ما احنا بنعمل، لانه هو مواطن عربي من الدرجه الاولى. أكيد. وفنان عربي كبير أمتع كل العرب بفن أكيد. وشارك معهم في فنونهم يعني. في البلاد العربية وفي المغرب وفي كل البلاد العربية وفي الجزائر، ويعني ما شاء الله وسوريا ليه يعني مش وسوريا والعراق يعني هو تخطى كل الحدود يعني. ده صحيح. لو حط في دماغه كان وصل للعالمية كمان. يعني هو يمكن اهتمامه بالضفه المصريه ومصريته اعتقد ده كان جزء من ما سافرش يعني. اكيد. امير اباظه رئيس مهرجان اسكندريه بشكرك جدا، ونلتقي ان شاء الله في حفل الافتتاح بتتويج كبير لفناننا الكبير عزت العلي. خروج بره حدود مصر وافلام عربيه مهمه جدا مع احمد رشدي في الجزائر، وعملت القادسيه تقريبا كانت في العراق والمغرب. التجربه العربيه دي وصلت لها ازاي واستفدت منها ايه وفدت المنطقه بيها بايه؟ يعني شايف المرحله دي ازاي؟ انا دايما انادي ان مصر جزء من الامه العربيه، يعني ده دستوري يعني. لأن مصر جزء فعلا من الأمة العربية، أولا عاداتنا واحدة، تقاليدنا واحدة، طموحاتنا واحدة، أحلامنا واحدة، لغتنا واحدة، عواطفنا يعني نشترك في كثير من الشركات. يعني إذا رحت السودان، إذا رحت لبنان، إذا رحت سوريا، إذا رحت أي قطر عربي يعني هتلاقي نفسك موجودة. يعني نفس الطموحات ونفس الأحلام ونفس يعني تسمعي شعر هنا وتسمعي غنوة هنا وتسمعي يعني أنت ما عدتيش الحدود أبدا، ده أنت في الأمة العربية. الأمة دايما ننادي أمة عربية واحدة طبعا، وده يعني شعار عظيم جدا جدا ان احنا كأمة عربية نضع ايدنا في ايد بعض ونقف ونتكلم ونقول شعر ونغني ونمثل ونقول حاجات عظيمة جدا جدا ونعمل فن راقي عظيم جدا جدا، لان احنا أمة غنية جدا، تاريخها غني جدا جدا، حاضرها عظيم جدا جدا، وعلماءها موجودين يشرفوا الدنيا كلها. مصر بشعرائها بفنانينها بكتابها بسياسييها بمفكريها بكل ده، يعني ايه ده؟ ايه الغنى اللي احنا فيه ده؟ يعني ويشتركوا مع الشعراء والادباء والفنانين في كل العالم العربي طبعا. يعني كم من لقاءات عظيمه جدا. ما فتحتش البرجل شويه وخليتها عالميه ليه زي عمر الشريف؟ والله انا كنت مستني بس ما حصلش. الانجليزي بتاعك مش قوي ولا ايه؟ لا لا لا
يعني كان دايما رشدي اباظه يقول يعني هم انا ما حبيتش ده انا عشان الانجليزي. الله يرحمه. شايف ايه اللي كان ان انت كنت مستني الفرصه دي تجيلك ولا انت كنت شغال مش فاضي لفرصه العربيات؟ لا انا بالعكس انا كنت مهتم جدا جدا ان ان بعد المرحله العربيه بقى يعني النتيجه بقى العالميه ثقافتنا الفنيه والعلميه والادبيه والسياسيه حتى يعني انا لما رحت حضرت في باريس في عرض فيلم الاختيار وتعرفت على إريك رولو وهو سياسي الله يرحمه توفى سياسي يهودي هو اصلا يهودي وكان عايش في مصر فلما بدانا نتكلم على الاختيار وهو الاخ بتاعه قال لي انا لازم اجي ازور مصر ويوسف شاهين عرفني عليه هو جاء زار مصر وجاء وراني البيت اللي كان ساكن فيه في مصر الجديده واتكلمنا كتير جدا عن اهميه مصر وتاريخيا وسياسيا ومستقبليا ومصر ازاي مصر زعامه موجوده في العالم العربي وفي العالم الخارجي ما هيش مصر ما هيش اي كلام مصر يعني مصر يعني وادبائها بفنانيها بسياسيها بجيشها بكل ما تحويه هذه الدوله. كنت فدائي؟ لا ما من الفدائيين؟ كنت عايز ابقى فدائي بس ما وقبض يعني عليك عبد الناصر؟ لا مش قبض عليا. من الفدائيين؟ لا, لا 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 مش كده انا لا دي حكايه طويله جدا جدا. طب احكيها لي. يعني ايام كانوا يعني خلي بقى المايك في ايدك يعني حدث سياسي مهم حصل فاتقبض علينا وكنا متهمين يعني ان احنا وكنت شاب صغير جدا كان عندي 17 سنه وقتها وقعدت مع كنت بتمثل اياميها لا ما كانش في تمثيل ولا حاجه خالص ما انت مثلت وانت عندك 11 سنه وبعدين وقفت فقعدنا في المعتقل ده في اوضه خشب مع عظماء السياسيين ويعني انا يعني احنا شباب لسه صغير 17 سنه حاولنا زكي خفاجه وانا ومش عارف ايه وناس صغيرين جدا وبتاع واتهمونا ظلما ان احنا يعني واحنا ما كناش وانتوا فدائيين من الفدائيين واحنا رايحين عشان نحارب بالانجليز في الاسماعيليه والحاجات يعني المهم يعني فخرجنا براءه والحمد لله لما قابلت بعديها زكريا محي الدين الله يرحمه قلت له انت اللي خرجتني من البتاع ضحك جدا وقال لي يا سلام صار انا فاكر اليوم ده ان انا خرجت الشباب دول اللي كانوا متهمين ظلم يعني قلت له والله احنا بس انا استفدت جدا جدا لان قعدت مع ناس مفكرين عظماء جدا جدا اعلى مني شانا كتير جدا. طب الفتره دي ما خلتش دماغك تاخدك لخط السياسه بقى؟ ما انا اهتميت بالسياسه من وقتها من ساعتها طبعا بالشكل لكن ليه ما حاولتش ان انت تدخل مجلس الشورى مجلس الشعب يعني تدخل خط السياسة صدق انا بفكر اليومين دول مجلس الشيوخ والله العظيم انت انسب واحد في مجلس طب والله بفكر هم عايزين فنان في مجلس والله الشيوخ والله يا بوسي طب بفكر. يلا انا بفكر طب فعلا يعني بفكر فعلا مين هيكون اهم منك ولو سكنت في دماغي هتقدم يعني بس بفكر حقيقي بس يعني برضو عندك السياسه في دمك عايز اشترك انا فعلا يعني مشارك حقيقي وعملت افلام في كتير طبعا فيها في الشكل حاجات سياسيه مهمه وحاجات خلفيتها سياسيه خلفيتها طبعًا سياسيه طبعًا يعني طبعًا مش الموضوع وحتى لغايه دلوقتي انت برضو من احلامك ان انت عايز تأرخ الفتره اللي بعد ثوره 30 ورئيس السيسي والفتره دي انت فتره مهمه جدا 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 في تاريخ مصر لانها نقله على جميع المستويات على المستوى المحلي والمستوى العالمي والمستوى الداخلي والمستوى الايديولوجي المصري يعني الشخصيه المصريه بانت في هذه المرحله بصراحه يعني قبلها مراحل عديده جدا عظيمه جدا الشخصيه المصريه تبلورت من ايام عبد الناصر الله يرحمه والسادات ومبارك انما يعني نورت الشخصيه المصريه نورت في هذه المرحله احنا عايزين نبرز هذا النور
عايزين نقول للناس يا اخوانا احنا التاتش، احنا ملمسين لهذه الفتره، وهذه الفتره فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. لازم نقول ده لازم. واحنا لا نعدم كبار مفكرينا وكتابنا العظماء جدا موجودين، هم يعني اقدر ان هم يحققوا ده اكتر مني انا شخصيا، لان هم عندهم خلفيه سياسيه وخلفيه اجتماعيه. وكم من مفكر مصري بسم الله ما شاء الله، يعني احنا سعداء بيهم، يعني يا ريت يحققوا لنا ده. سلام يا رجاله. اللي قدمه صلاح ابو سيف، كمال عطيه، يوسف شاهين، حسن الامام، الشخصيه السياسيه الجد، الشخصيه اللي ما فيهاش اي جانب كوميدي. الوحيد يمكن اللي شاف الشخصيه الداخليه لهذا الفنان والانسان خفه الدم العاليه جدا كان عمر عبد العزيز، وقدم فيلم كوميدي. وعصام السيد في أهلا يا بكوات للمسرح، دول الوحيدين شافوا الشخصية الحقيقية لعزة العلايلي الكوميديان. صحيح. هل كنت تتمنى أن المخرجين التانيين يشوفوا الحتة دي فيك؟ يا ريت. ليه ما شافوش خفة دمك والكوميديا بتاعتك؟ لا والله، لا كلهم فيهم شافوا يعني. لا يعني أنا فاكر يوسف شاهين في اسكندرية ليه؟ يعني عملنا كام تاتش كوميدي كده في، لكن ما عملتش الاعمال الكوميديه اللي بتيجي تلقائيتك. اشيل عمل كوميدي من الاول للاخر؟ لا لا لا. ليه؟ صعب. لا لا مش لا لا لا. طب ما انت عملته في المسرحيه مع من الاول للاخر انت وحسين فهمي. كانت من اهم العروض واتعادت اكتر من مره. وعملت مع عمر عبد العزيز فيلم كوميدي من اوله لاخره، يعني ليه في شهر 7. يعني ال الكوميديا عيب؟ أيوة لا أبدا، بس الكتابة هي مهمة. الأعمال الكوميدية دي كتابة. يعني في ناس موهوبة تكتب، مش أي حد يكتب كوميدي. لأن صعبة جدا جدا كتابة الكوميدي، صعبة جدا جدا. فيعني ما صدقنا إن احنا نلاقي حاجة يعني كوميدية. ما كانش يجي لك ورق كوميدي حلو؟ ما كانش بي. لا، او الناس ما كانتش بتشوفك كوميدي فعشان كده ما كانش بيتكتب لك ورق كوميدي. ندمان على الجزئيه دي؟ لا لا، مش ندمان. ما تحبش؟ لا لا، ما بحبش اندم على حاجه يعني. لا مش قوي يعني. طب النهارده بقى ايه الامنيه اللي بتتمناها وانت دلوقتي طالع على خشبه المسرح مهرجان اسكندريه؟ استقبال جماهيري كبير جدا، محبه الناس ليك. هتقف هتطلب ايه من ربنا؟ الستر. الحمد لله. الصحة. الصحة الحمد لله موجودة. بس. لكن الفنان هطلب من ربنا الستر والصحة. أكيد دول أهم دعوة. وإننا أكون عندي ثقة، عن ثقة الناس فيا. بس. يعني. مش طالب أكتر من كده. لكن حاجة فنية نفسك تتوج بيها المشوار ده. أعكس شكل مصر الحاضر والمستقبل. نفسي مصر تخطي فين؟ نفسي حد يكتب أوبريت، مش دراما غنائي. في أوبريت يعني غنائي. حلم الغناء لسه جواه؟ طبعا. ياريت ياريت يتعمل عمل غنائي أوبرالي كبير جدا جدا، نشوف فيه مصر بكرة. الاوبريت اللي كتبه بليك حمدي وما طلعش للنور عشان التكلفه، موجود عندك ولا ما احتفظتش؟ لا ما ده مش عندي. ما دورتش عليه؟ لا لا، بليه قفل عليه. لا لا الله يرحمه، لا بليه قفل عليه. و عنده في مكتبته؟ طبعا. ما سالتش الورثه؟ طبعا. لا ما سالتش حد. لا بس بليه عنده الله يرحمه، كان حريص جدا. وحتى قعدنا انا وهو الله يرحمه، قعدنا ندندن ومعانا عبد الوهاب محمد. يعني مش هتدندلي حاجه لبليه؟ مش هتدندلي حاجه لبليه؟ انا؟ ايوه. لا كان زمان. دلوقتي؟ لا 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 دلوقتي. لا لا لا. يعني احتفالك بتكريمك؟ لا والله ما. لا خلاص. لا صوتك حلو. لا لا انت بتحب بليه وعايزين دلوقتي تسجل، نبعت له ورده حب بصوتك. والله والله. وبعدين هتعمل حاجه غنائيه فممكن تغني. بس لا لا مش مطرب يعني. لا مش مطرب، دندنه.
حاجه بتحبها البليغ. بتبدد في البيت ايه البليغ؟ انا كل حاجه بدنا لبليغ طبعا. طب اكتر حاجه بتحبها؟ يمكن عنده اغنيه لأم كلثوم بديعه جدا اسمها فات الميعاد. حبانه فات الميعاد وبقينا بعاد 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 والنار بقت دخان ورمان فات المال تفيد بيه يا ندم وتعمل يا عتاب بارد عن الندم وتفرقوا الأحباب وتفرقوا كفاية بقى تعذيب وشقا ودموع في فوق ودموع في لقا تعتب عليا ليه أنا في إيديا أنا في إيديا فاتر معاك فاتر معاك. نعرف انك اتغيرت كتير يا برهان. ازاي يعني؟ كل انواع يعني تفتح او الافق بتاعك تبقى اوسع من سيناريو هتدخل تقول كلمتين في قلب الاستوديو. انت شايف ده فعلا بينقص الجيل الجديد ان هو مش يعني مش قوي كده. هو في لا في الجيل الجديد في مثقفين كتير جدا في عندهم شباب عنده لغه ما اقدرش انكر ده ابدا ابدا. يعني انا بقابل شباب طبعا طموح جدا يعني ينقصه بعض الشيء انما انا عايز انا طمعان زي ما قال حسين فهمي ان يبقى الركيزه الاساسيه الثقافه العاليه واللغه المتينه بحيث انه يتبادل الاراء ويتبادل ويقرا ما 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 ما, ما يكتب في الخارج ويثقف نفسه. يعني محتاجين الارضيه دي محتاجين الشباب وانا ما عنديش شك ابدا في شبابنا. بسم الله ما شاء الله في شباب يفرح جدا لما تقعدي معاهم. زي مين؟ يعني مين اللي لا مش عايز اقول لك اسماء بس في شباب في شباب 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 موجودين هم عارفين نفسهم كويس جدا جدا ويعني اشاور لك عليهم كده في التلفزيون اقول لك ده وده 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 موجودين. يعني علينا ان احنا نكتشفهم. يعني وسائل اعلامنا لازم تطلع تطلعهم تقول لهم قول يا اولاد انتوا عاوزين ايه؟ ورونا نورونا انتوا استفدتوا ايه؟ مخكم نور في ايه وايه وايه؟ لازم لازم نسمعهم. انا عايز اسمع الشباب دول عايز اشوف احلامهم ايه وطموحاتهم ايه وبيبصوا لبكره ازاي وعايزين مصر يبقى شكلها ايه. انا عايز الشباب دول عايز اسمعهم. انت بتراهن على الشباب؟ لا 100% طبعا لانه هم بكره. دول بكره اكيد مش النهارده احنا النهارده انما هم دول بكره. اللي احنا عايزين يعني عايزين مصر دي تنور. يعني ايه ده راجع عن الحاله الفنيه دلوقتي؟ لا ناقصه. ناقصه ايه؟ كتير. فين السينما؟ فين المسرح؟ فين؟ للاسف الشديد مفيش. لا لا طبعا طبعا. طب ازاي ننهض بالسينما والمسرح مره اخرى؟ شوفي انت بتدعمي رغيف العيش. الرغيف ده بيساوي كام؟ بيساوي 50 قرش. او جنيه. انت بتبيعيه بكام؟ 10 سعر او 15 قرش. الفن كده في بلد زي مصر محتاج دعم جامد جدا جدا الفن. لان ده غذاء العقل وده اللي بينور العقليه للشباب عشان يخطوا بكره عشان يشوف بكره عشان يشوف بعد بكره. وده يعني الثقافه ده المصباح اللي بينور لهم مستقبلهم. مهمه جدا جدا الثقافه مهما صرفت عليها المقابل عظيم جدا جدا. سواء على المستوى السينما على المستوى المسرح على مستوى الكتاب على مستوى الشعر على مستوى اللقاءات على مستوى المستويات الادبيه العظيمه جدا
الفن لازم الشباب دول يغتني ويعرف يتكلم عن بكرة، اللي أنا بأمل في مصر بكرة مش النهاردة. النهاردة أنا مطمن، بس بكرة بكرة إيه اللي هيحصل يا أولاد؟ لازم دول لازم أشوف رؤيتهم إيه. مش هيجي إلا بالفن والدعم، يعني ودعم الفن. أما تيجي بلد محترم جدا، والديورانت قال إيه؟ قال البلد العظيم أربع عناصر: موارد اقتصادية ونظم سياسية وتقاليد اجتماعية وخلقية زائد فنون وأداب. أربع عناصر: موارد اقتصادية ونظم سياسية وتقاليد اجتماعية وخلقية زائد فنون وأداب. الأربع عناصر دول ده بناء دولة، ودولة عظيمة، دولة تتقدم وترتفع في السماء. ها؟ إنما من غير كده السلام عليكم. لا أنا مرضاش لمصر كده. لا حاسب في حدود دي مصر مش لا دي اللي قالت للعالم كله حاسبه. أنا إن قدر الإله وماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. خلي بالكم مش كده ولا ايه؟ صح. بس بتزعل لما تلاقي الأغنية المصرية اللي بتتصدر بره هي أغاني المهرجان؟ بزعل جدا. مش دي مصر اللي اتربى على بليغ. مش دي مصر. مش دي مصر يا هاني. ويد الهدى والكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء، والعرش لذ والحظيرة تزداي، والمنتهى سدرة العصماء. ده ايه ده؟ دي مصر. دي مصر يا ناس، مش اي كلام. لا خلي بالكو دي مصر. لا حتى تدلعوا كده وتيجوا كده. لا عزم. ولازم نهتم بفنها يا جماعة. ده العنصر أساسي. دي الواجهة بتاعتنا. موارد اقتصادية ونظم سياسية وتقاليد اجتماعية وخلقية زائد فنون وأداب. ده العنصر الرابع لحضارة بلد، لمدنية بلد. معلش أنا هاخدها بقى دي عشان لازم تنزل على السوشيال ميديا، هنقولها تاني لأنها مهمة جدا وتهمني. يا أستاذ عزت، الفن المصري اللي بيصدر للخارج في شكل أغاني المهرجانات، أنت راضي عنه؟ لا مش راضي عنه. الفن في مصر، الفن عموما في بلد زي مصر، مصر موارد اقتصادية ونظم سياسية وتقاليد اجتماعية وخلقية زائد فنون وأداب، دول أربع عناصر تقوم عليها دولة زي مصر. مصر طول عمرها غنية بكده. لازم تنمى هذه الأربع عناصر: الموارد الاقتصادية والنظام السياسي والتقاليد الاجتماعية والخلقية زائد الفنون والأداب. أربع عناصر مهمة جدا. وما ينسوش إن دي مصر. أمال دي مصر حبيبتي، مش أي بلد ولا أي كلام. استنى يا عبد الهادي. يوسف شعبان، مدام سميرة أحمد، ناس ادوا للفن وعملوا فن حلو. ان الفن دلوقتي بقى مختصر على بعض الناس، وان هم ما زال عطائهم كبير، وان ما حدش او بدأوا ان يعني ايه الفن ياخد شلالية شوية لمجموعة معينة، وناس كتير ما بتشتغل. صفية العمري، يعني مش عايزة اقعد اعد اسامي لان في ناس كتير جدا، حتى
يعني ما بقتش يفكروا فيها، مع ان عطائهم كبير، عندهم لسه مساحة من ان هم يدوا ويشتغلوا ويعملوا فن حلو، ولكن الفن اختصر على مجموعة معينة. انت شايف الموضوع ده ازاي؟ طبعا عز عليا جدا جدا. انا قريت موضوع كاتبه الاستاذ يوسف شعبان في جريدة الاهرام، وأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة، وأسفت جدا جدا اللي حاصل يعني. طبعا وصعب جدا إن احنا نتجاهل روادنا وكبار فنانيننا، طبعا بالذات في مرحلة مصر في أشد الاحتياج إنها تعرض حاضرها ومستقبلها وتشير إلى أهم المنجزات اللي ممكن تحصل عليها في مرحلة نحن في أشد الاحتياج، لأن احنا بنبني، مصر بتبني، لازالت بتبني لغاية النهاردة، وتبعد الأخطاء اللي ممكن تقع فيها والأخطاء. فطبعا هؤلاء الفنانين اللي ذكروا في المقال، أنا طبعا أؤيد الأستاذ يوسف شعبان في مقاله، لأن صعب نتجاهل أسماء حضرتك تفضلتي وقلتيها طبعا، لأن الناس لها تاريخ وفنانين على مستوى عالي من الثقافة والفن، ما في جدال طبعا. أكيد. هل بيحصل معاك بعض الوقت إن ما بيبقاش في شغل وبتبقى قاعد في البيت لوحدك وبتبقى متضايق؟ أنا كتير طبعا. طبعا في الشك طبعا. طبعا طبعا احنا يعني انا مع الشباب طبعا النهارده، هم اللي بيقودوا، بس محتاجين برضو بالظبط كده يعني محتاجين زمان طلع اجيال انتوا سندتوهم وكنتوا بتسلموا كلام. يعني فريد شوقي بتطلع اجيال كتير صحيح. وسند اجيال كتير وحضرتك، فيعني ما ينفعش ان جيل يستلم الرايه لوحده، لازم جيل بيسلم جيل، ولازم يبقى في دمج بين الاجيال وكل يشتغل. يعني انت عارفة الحكاية اساسها ايه؟ ان المسرح واقف ما بيشتغلش. يعني المشكلة دور في المسرح، دور العرض المسرحي ضلمة. تعالي شغالي انت ثلاث فرق مسرحية دلوقتي، لو عدنا مشروعك تاني دلوقتي بتاع زمان مثلا مش هيبقى فيه ازمة، مش كده؟ طيب يعني النهاردة شغالي ثلاث اربع مسرحيات، شوف الشارع هيبقى شكله ايه. في غنى، خد بالك. تعالي على التلفزيون لما كان موجود قطاع الانتاج، كان شيء غني جدا 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 طبعا. استاذ ممدوح الليسي بجد عمل يعني حاجه حلوه جدا في القطاع طبعا، يعني اهم المسلسلات اتعملت في قطاع الانتاج بالظبط كده. يعني رأفت الهجان وليالي الحلميه وزيزينيا، كل الحاجات دي بتعملي تمثيليه او بتعملي عرض درامي او الاخ، انك بتعكسي الواقع. هو هي الدراما ايه؟ دراما يظل المجتمع على الارض، انت بتعكسي الواقع اللي الناس عايشه فيه، سواء على المستوى التاريخي على المستوى الكلاسيكي او المستوى المودرن الحاضر. يعني بتعرضي واقع، وبعدين ما فيهوش لا مبالغه ولا فيها كذب ولا فيها ضحك على الدقون يعني. انما يعني مثلا انا هديكي مثلا، يعني مثلا انا شفت مره، مع احترامي اللي شغاله فيها، بدراما سكاكين وصاجات وسيوف ومش عارف، هل ده موجود في الشارع المصري؟ ده استثناء، هذا حصل كده في، انه مش ده الانسان المصري، اغنى من كده بكتير. الانسان المصري اللي بنى البلد دي كلها، اللي بنى هذا التاريخ العريض جدا بشعرائه وبفنانينه بسياسيينه بمقاتلينه بجيشه، هو اللي عم فين دول؟ لازم اشوفهم، لازم اشوف الجندي المصري، ولازم اشوف شفت فيلم المهندس المصري، لازم اشوف المجتهد المصري، لازم اشوف العالم المصري، لازم اشوف الطبيب المصري، لازم اشوف النجاحات دي. نجاحات دي يعني الممر والاختيار طبعا، مسلسل الاختيار مشرف جدا جدا جدا، هو ده اللي انا عايز اشوفه دايما، هي دي مصر. وبعدين ما فيهوش مبالغه ولا كذب ولا وانطه ولا حاجه، دي حقيقه.
الله. والعلماء المصريين النهارده الدكاتره اللي بي ورا البتاع اللي احنا فيه ده الكورونا, الكورونا دي مين احنا جايبينه منين؟ ده من مصر. اللي بيعالجوا الناس النهارده في المستشفيات ويشيلوهم على ايديهم دول مصريين. والناس بتخف وتطلع وما عدا فئه قليله جدا دول مصريين. احنا ما بنبينش الحاجات دي ليه في دراما؟ لازم نبينها في دراما. الله, امال احنا قاعدين ايه؟ مؤلفين اكتبوا يا اخوانا في الحاجات دي كلها, والتلفزيون ينتج الحاجات دي كلها, والناس تشوف الحاجات دي كلها. يعني الدكاتره يعني بيبذلوا طاقه ما بعدها طاقه, وعمال مش عارف بيبذلوا طاقه, كل الناس بتشتغل. عايزين نشوف الناس دي في دراما, مش كده ولا ايه؟ طبعا طبعا. استاذ عزت, مين بيسال عليك؟ مين بيسال عليك في وحدتك؟ كل الناس. مين من زمايلك؟ من زمايلي انا رشوان توفيق حبيبي. طب رشوان توفيق هو يعني اللي دايما السؤال عندي على طول, لان احنا ما زلتوا احنا زملاء سلاح من ايام من ايام الدراسه. اه والله, اه والله, اه والله. طب جيب لنا استاذ رشوان توفيق على التليفون. يا رشوان توفيق يا استاذ سمير, اطلب لنا استاذ رشوان توفيق دلوقتي عشان يحتفل معانا بتكريم الفنان الكبير وصديق العمر. ما زال الصداقات القديمه هي اللي بتدور. طبعا طبعا. مين من الجيل الجديد بيكلمك؟ من الجيل الجديد كله, كل الجيل الجديد اصحابي. وانا بسعد بيهم جدا جدا, كلهم شباب وجميع الفئات يعني. يعني شاب جميل جدا ومجتهد. مين بيكلمك على التليفون؟ مين بيسال عليك؟ كلهم والله بيكلموني. مين بيجي يقعد يتعشى معاك؟ ممكن تروح تلعب معاه طاوله؟ لا ما العبش طاوله. طب في وقت الفراغ العب, ما عنديش مانع العب طاوله, هو واغلبه وكل حاجه. بس ما اعرفش اكيد مع محمود. مين اللي بتقضي معاه وقت الفراغ؟ تعمل ايه في وقت الفراغ؟ يعني غالبا في النادي, يعني في نادي الجزيره يعني. بتمشي؟ اه طبعا طبعا. ما زلت طبعاً بتحب الفروسيه ونادي الجزيره ونادي الفروسيه؟ اه بس ما بروحش الفروسيه. انا كنت بشوفك زمان في نادي الفروسيه. بس ما بروحش الفروسيه دلوقتي. غازي. حلو غازي. حلو غازي. هو ده اللي مخليك محافظ على رشاقتك لغايه دلوقتي. استاذ مظهر الله يرحمه. احمد مظهر هو اللي حببك في الفروسيه ولا ده استعداد؟ هو طبعا. انا سمعت ان الحصان بينام على صدرك لما اشوفه. احيانا في علاقه بينك وبين الحصان. جدا جدا. جت منين؟ جد من يعني من عشرة يعني. بيشوفني كل يوم, بطبطب عليه كل يوم, بشوف كل كويس ولا اتعالج ولا ما اتعالجش, بشوف رجليه عملوا لها بس دلوقتي ما بروحش. كان زمان كنت بروح نادي الفروسيه بس ما بروحش دلوقتي. بس بتمارس مشي, رياضه المشي. بس يعني ساعات انط على الاجهزه وبتاع العقل المتوازي وبتاع. ايوه وتعمل زي عمرو دياب حديد بقى والحركات دي. لا مش بس انت شايف ان برضو الرياضه مهمه للفنان جدا جدا, بتحافظ على لياقته وعلى شكله وعلى نفسه دماغه. طبعا طبعا. ذاكرته. طبعا طبعا طبعا. شوفي انا عايز اقول لك الاكسجين نفسه اللي بيخش في صدرنا ده مهم جدا جدا جدا, لانك انت يعني تستنشقي وتطردي يعني صدرك بيشتغل. صدرك بيشتغل, دماغك بتشتغل اكيد, بتفكر كويس وتمشي كويس. اللي بيقول لك العقل السليم في الجسم السليم طبعاً. وعلموا اولادكم. ايوه الرمايه وركوب الخيل. طبعاً. انت تعلمتش الرمايه, ركوب الخيل بس. الرمايه كنت اتمنى ان اتعلمها يا عمر بن الخطاب. يعني الحمد لله ان احنا ايه العقل السليم في الجسم السليم. الحمد لله ربنا يديك الصحه. وبنحتفل بتكريمه في مهرجان اسكندريه واختيار الدوره السنه دي باسم عزة العلايلي. سالته قلت له مين اكتر حد بيسال عليك, ومين اكتر حد بيكلمك, ومين اكتر حد مواظب انه يكون على اتصال بيك؟ قال رشوان توفيق. يا حبيبي يعني اصل عزة بالنسبه لي عمري كله, يعني انت عارفه عمري كله انا وعزة العلايلي دخلنا مع التمثيل 55 مع بعض. ما سبناش بعض من يوميها. يعني من سنة 55 انا بعتبر عزة العلايلي ده اخويا وحبيبي.
وعملتوا مع بعض حاجة مهمة جدا، ان انتوا صنعتوا مسرح التلفزيون. لا ده احنا فتحنا التلفزيون مع بعض اول يوم افتتاحه. اول يوم افتتاح التلفزيون 23 يوليو 60 كنت انا وعزت العلي واحمد توفيق. واشتغلنا فيه كل حاجة، حتى يعني اما كان بيحتفلوا بالاعياد قلت لهم عزت العلي لنفس مصر كلها وبيخرج برنامج تذكيري عن جميع محافظات مصر. يعني كنا بنشتغل 24 ساعة في اليوم، بنخرج الصبحية ما نروحش. وبعدين يعني انا بالنسبة لي يعني عزت يعني انا وهو ما كناش بنسيب بعض لا بالليل ولا بالنهار. اتخرجنا من معهد عالي مسرحية، اشتغلنا بالتلفزيون مع بعض، ما سيبناش بعض. العلاقة الإنسانية اللي بيني وبين عزت العلي علاقة أزلية، ولذلك أنا بعتبر إن يعني عزت العلي لأخويا مشاكلي بحكيها له، وكل حاجة خاصة بيا لازم أحكيها له. وبعدين ما اتفتش وما كلمنيش أتخانق لأمه. صديق العمر اللي من 55 ل 2020 أهم ميزة في محدش يعرفها على المستوى الشخصي في عزة العلايلي ايه؟ لا هو عزة العلايلي فيه رجولة شديدة جدا 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 وثقافة على اعلى مستوى. يعني انا اما بقعد يعني اسافر معاه مثلا، كنا في المغرب بنتكلم من كام سنة وهو بيتحدث في موضوع من موضوعات، احس ان انا باخد درس. لأن كمية القراءة اللي بيراها عزة العلي خطيرة جدا، ما يكفش عن القراءة أبدا. فمعلوماته ما عنديش فكرة زي. وبعدين حتى على مسرح التلفزيون لما فكرنا في مسرح التلفزيون يعني الأستاذ اختاروه هو علشان يسافر لندن ويجيب الخطوات بتاعت الفرق وكل الحاجات دي. يعني حتى كان مبعوث، احنا كنا بنشتغل شغل ما عندكيش فكره يا بوس. هو حكى لي دلوقتي ده وانا سعدت جدا لما قال لي ان ما زالت العلاقه مستمره، لان يعني بيقول لك من رابع المستحيلات ان يبقى في صديق وفي، يعني المستحيل الثالث الخل الوفي. فعشان نلاقي اصدقاء اوفياء كده ده حاجه يعني درس بنقوله للجيل الجديد، ان هو ده شيء مهم، ان الصداقه كمان مهمه جدا بين الزملاء، ما يبقاش عدوك ابن كارك. انا مثلا دايما شوي انا ممثل قديم وكل حاجة اقول له انت علامة لعزك في تاريخ السينما المصرية. يعني علامة. ايه اكتر حاجة بتحبها له في السينما المصرية؟ والله العظيم يا بنتي يعني انا بعتبر ان عزك علي علامة في تاريخ السينما، أسوة بالنور وأسوة بمحمود، ربنا يرحم نور ويعيش محمود، إنما عايزة تعالي ربنا يكرمه. وبعدين بالإضافة بقى عنده مثالية وأخلاقيات شديدة جدا. يعني أنا أقول له دعي لي عايزة أول ما أكلمه بالتليفون، على فكرة عم نتكلم مرة واثنين في اليوم. مش بصوت، لا ده فتره ما كلمش اتخانق انا وهو. انت فين يا ابني؟ انت فين يا ابني؟ طيب هتحضر تكريمه ان شاء الله في مهرجان اسكندريه معاه؟ والله انا عمري ما حضرت المهرجان، بس انا قالوا اول ما قالوا لي ان عزت، قلت له عزت انا حاجي ربنا اداني عمر نصيب هاجي المهرجان عشان خاطرك انت ان شاء الله. انا ما حدش عمره ما عزموني في المهرجان. لا ان شاء الله هتبقى موجود وهتتعزم، وهتبقى انت الصديق الجميل اللي في الندوه هيتكلم عن خبايا كده. حضر لنا كل الخبايا الحلوه اللي بينكم علشان خاطر نعرف، عايزين اسرار كده، اسرار نسائيه كده. ما اتخانقتوش على فنانه، ما حبيتوش واحده، ما انتوا الاثنين يعني عايزين الحاجات اللي ما حدش يعرفها دي. طب
وبعدين هو ايام الشقاوة، عايزين ايام الشقاوة دي يا استاذ رشوان. لا اصل انا عايز اتعلق بيه يعني طول عمري اتعلق بيه، لان هو ارادته اقوى من ارادتي. فاقول له عايز كذا كذا، هو اللي هتتفضل. بس برضه هننتظر منك تحكي لنا سر من اسراره الشقية. هو قيادي بطبيعته. لا لا مش عايزين الحاجات القيادية، عايزين الحاجات النسائية يا أستاذ. بس مش هتقولها لي النهاردة، هتحضرها وتفاجئوا بيها في الندوة. إن المرحومة زوجته والمرحومة مراتي كان أصحاب مع بعض، ما بنسيبش بعض في فترة شبابنا يعني. عزت والمرحومة مراته والحاج عندي يعني ما ننساش بعض، واحنا صغيرين يوميا مع بعض، نخرج مع بعض ونطلع مع بعض. ربنا يديم الصداقه بينكم، وان شاء الله. تحب تقول له حاجه قبل ما نقفل يا استاذ عزه؟ بيقول لك ربنا يخليك لي، وان شاء الله تكون معانا في مهرجان اسكندريه ان شاء الله. يا رب يديك العمر السعيد لما تيجي وتفرحي معاه وتسال عليه، وان شاء الله اشوفك ونستمتع بقعدتك الحلوه في اسكندريه ان شاء الله. كمان على فكره خدي بالك انك انت ما توعيش ان انت وانت غرمانه خالص، كنت انا فلور مانجر وانت كنت بنت شقيه قوي على فكره. ربنا يخليك. هنقعد بقى نعيد الذكريات الحلوه في المهرجان ان شاء الله. ان شاء الله. انت كنت طفله صغيره قد كده يعني وكنت بتيجي تصور عندنا في البيت كمان. انت هتنورنا. ربنا يخليك، وسعيده بتليفونك. ربنا يخليك، شكرا ليك. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. خير يا مخرجنا يا عظيم. وبقول له انا اكتر واحده سافرت معاه مهرجانات وقربت منه، شفت خفه دمه وتلقائيته، ويعني مش ممكن الناس ما تصدقش ان الوقار والافلام اللي قدموا فيها يوسف شاهين وكمال عطيه وحسن الامام وصلاح ابو سيف هي بعيده كل البعد عن شخصيه عزة العلالي. انت الوحيد اللي شفت الشخصيه صح، لان اعرفه من زمان قوي، حبيبي واخويا الكبير. يعني انت الوحيد اللي خليته يعمل كوميدي، ازاي اقنعته؟ لا جواه، ما هو طبعا المستوى الشخصي دمه زي العسل. ويحب يعمل مقالب زينا يعني. فعزت من اخف دم الناس اللي قابلتهم في حياتي. وانا عمري ما تعاملت مع عزت كمخرج وممثل. عزت اخويا الكبير وصاحبي وانسان يعتمد عليه بجد. والمفاجاه ان انا مثلت معاه وانا عندي 7-8 سنين والله، في ايام افلام التلفزيون. ده كان ايه العمل اللي مثلته معاه؟ ده مسلسل، ده كانت سهره فيلميه اسمها الهارب مع الاستاذ عزت ومدام سناء جميل وانا. في استوديو مصر في اغسطس، والدنيا نار والميه نازله بتغلي، فكرهت التمثيل. يعني عزة العلالي هو اللي كره عمر عبد العزيز التمثيل؟ لا لا مش عزة، ده انا حبيت عزة جو التمثيل. عزة على المستوى الانساني طبعا كلنا نعرف، يعني القدام شويه في المهنه عارفين قيمه عزة وجماله، واحنا اجمل حاجه في علاقتنا كانت علاقات اسريه وما زالت ربنا يديمها. فعزت يوازي عندي محمد عبد العزيز بالظبط. اكيد يعني هو غالي على مصر كلها. بس يعني حبينا طبعا الجانب الكوميدي اللي انت قدمته فيه نتكلم عنه، لان انت الوحيد ومسرحيه اهلا يا بكوات، بس هم دول الوحيدين الكوميديا اللي قدمها عزة العلالي. احنا عملنا فيلم كوميدي لذيذ جدا بحبه، بلاك كوميدي، اسمه البونديرة. كان هو ومدام ميرفت امين. راجل موظف غلبان، فعايز يحسن مستواه. فبيقرر يبيع كل ما يملك عشان يملك تاكسي يشتغل عليه. فبيبيع مقبرة ابوه. وبيشتري التاكسي، وبندخل بقى رحلة سواق تاكسي في مصر. كان في ضحك جامد. وقبل التصوير بيبقى
بيجنن المخرج قبلها باسبوع يكلم. طب احنا المشهد ده طب يعني بيهتم بالتفاصيل بشكل ممتع. يعني والشغل مع عزت يعني شوفي قد كواليسه حلوة، اجمل كواليس وخفة دم ولذيذ ومواعيد واحترام وعارف قيمة. شوفي الجيل العظيم ده صعب يتعوض تاني، اللي عارف المعاد والاحترام يدخل علاقته بالعمال دي بتخلق جو عام كله بيطلع على الشاشة. يعني تشوف لما بيدخل يهزر مع العمال يضحك ده بيخلق جو تحس فيه كبير في اللوكيشن. ده ما بقاش موجود. عايز بوكت ماني؟ بوكت ماني لو سمحت. اكلت سمك اتكلم عليا معاك يا فندم اطلب له معاك بوكت ماني. يا ريت تطلبوا لنا احنا الثلاثه لو سمحت. امير اماظه بقى وانتد. بشكرك يا عمر جدا وسعيده بالمداخله الحلوه دي، وهنلتقي ان شاء الله في ندوه استاذ عزت نتكلم كلنا عنه وعن الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش عن عزت العلايل الانسان. لازم تكون مواطن مصري أصلي، ولازم تكون عندك الموهبة الكبيرة، لازم تحب بلدك وتحب فنك وتحب الشيء اللي بتقدمه. مشواره الطويل هو اللي عايش، وأعماله هي اللي بندرسها وبتسعدنا. لو اتكلمت عنه زي ما قلت في البداية عايز حلقات، ولكن لقائنا هيكون في مهرجان اسكندرية في دورة الفنان المبدع عزت العلايلي ان شاء الله. انتظرونا مع قمة من قمم الفن. وقبل ما اختم ان شاء الله هننزل تاني الكليب اللي عرضناه في اول الحلقة علشان تشوفوا التاريخ المشرف لعزت العلايلي الاستاذ والفنان. سعيدة بوجودك معايا، بشكرك وبقول لك ألف مبروك تكريمك. هكون معاك على خشبة المسرح إن شاء الله في مهرجان اسكندرية، هنسعد بيك وبندوتك وبأيام وليالي المهرجان اللي هتكون جميلة جدا، كواليسها حلوة لأنك هتجمع كل أصدقائك حواليك إن شاء الله في المهرجان. أشكرك وكتر خيرك الكلام الجميل اللي أنت قلتيه ده، أرجو أن أنا أكون قده يعني، وأرجو أن أنا أكون قد المهرجان. ومش عارف الناس اقول لهم ايه يعني، كتير عايز اقول كلام كتير جدا كبير جدا لكل من ساهم في هذا المهرجان، كتر خيركم. الكلام هيكون اكتر على خشبة المسرح مع جمهورك ان شاء الله. تعرف ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك على تشريفك في الحلقة معايا، وشرف لي ان انا بحاور فنان كبير عظيم زي فناننا الكبير عزت العلايلي. واللقاء هيكون ان شاء الله على شط اسكندرية مع فنان عشق الفن من بحر اسكندرية.